منطقة شرق الجزيرة، محليتي رفاعة وتنبول، والرحلة تبدأ من هنا. بداية طريق الأسفلت الجديد من مدينة رفاعة، والذي يشهد بداية تدشين المرحلة الثانية والأخيرة، إذاناً بافتتاحه عن قريب بإذن الله تعالى. وهؤلاء هم أبناء المنطقة، مزارعو المشاريع الزراعية المطرية بسهل البطانة، يستقبلون اللواء أحمد حنان أحمد صبير، والي ولاية الجزيرة المكلف، والذي يقوم بزيارة لمشاريع سهل البطانة الممتدة عبر مساحاته الواسعة، والذي يشهد موسم الحصاد الناجح لهذا العام بعد إدخال محاصيل نقدية جديدة أخرى مع الذرة. وزيارة مفتكرة موفقة جدا في أنه الوقوف على بداية حصاد السمسم والذرة وحب البطيخ. المنطقة تقريبا في حدود بتتراوح ما بين 500 إلى 600 ألف فدان في منطقة البطانة. نحن حقيقة قصدنا من الزيارة دي الوقوف على كمية الإنتاج المتوقعة لهذا العام، وربنا حببها المزارعين، ويمكن دي زراعة ما فيها أي نوع من التغنية أو الحزمة التغنية. زراعة المزارع هو المجتهد فيه بإمكانياته المادية المعروفة. نحن قصدنا من زيارتنا هذه الحيازات تتم يعني تغنينا من قبل الولاية، وتتعامل معاملة الزراعة الآلية في السودان. جيتنا دي كلها عشان نقيف على إنه هذا الخير الوفير الكبير لا بد من إنه نحن نقيف عنده، ولا بد من انه يعني نستفيد منه ويستفيد منه السودان. وكما اعلنت الدوله في كافه مناحيها من مجلس الوزراء ومجلس السياده بانه يعني التوجه نحو الزراعه هو المخرج لاقتصادنا السوداني، وده دليل قاطع انه اذا هذه رقعه يمكن نحن نعتبرها بسيطه من محليه من محلياتنا الثمانيه بيكون فيها انتاجيه مثل هذه الانتاجيه العاليه اللي احنا بنشهدها هسه، يبقى يعني هذا الخير يبقى حيكون عايده كبير جدا جدا على بلادنا في السودان. هنالك يمكن بعض المعاضل والمشاكل اللي احنا حنقيف عليها ان شاء الله ونعرفها منهم، وان شاء الله كل جهاتنا بتاعت الاختصاص الخاصه بالزراعه نتمكن من معالجتها حتى وانه يعني تكون انتاجيه عاليه واوفر وخير كبير على السودان. هذا السودان مليء بخيراته، وزيارتنا اليوم يمكن تؤكد تماما لكافة السودانيين بأنه يعني هذه المنطقة يمكن ما طرغت بزيارة رسمية من أي اتجاه، ولكن نحن وددنا أنه نقيف مع أخواننا المواطنين. هم قدموا طرحهم من بداية الخريف بأنهم هم يعني بدوا يزرعوا، ونحن اليوم بأكدوا لنا هم بزراعتهم دي بمناطقنا الشاسعة والوازعة والذرة الموجودة أمامنا الآن بأنهم هم يعني اختاروا الاختيار السليم في زراعتهم. إن شاء الله نسأل الله انه يوفقهم في مزعهم ويوفقنا نحن في انه نقدر يعني نقيف معاهم الوقفه الصلبه اللي بتخلينا يعني فعلا يكون عندنا اقتصاد قوي، ويكون عندنا زراعه مطريه ننافس بها الزراعه المرويه في ولايه الجزيره. نسأل الله التوفيق للجميع. We'll be right back.
أضف إلى البذور المحسنة والتغنى التغنية الزراعية تقدم لهؤلاء المزارعين، إضافة إلى أن هذه المنطقة فيها زراعة مختلطة، زراعة بتاعت مع الحيوان، كمية الحيوان الموجود في هذه المنطقة كمية كبيرة جدا. ونحن من ضمن الزيارة ذاتها بنتذكر أنه مسألة حصاد المياه بتبقى مسألة مهمة جدا في هذه المشاريع الزراعية الضخمة، والامتداد يمكن تمتد في حدود يعني 100 كيلو في 150 كيلو، ودي فيها بتتخلل 36 وادي، وده ممكن يكون فيه حصاد مياه ضخم جدا للمزارعين، وديل ممكن تكفي لحل مشكلة السودان. يعني إذا كان الآن نحن بنزرع سمسم وحبة تيخ وذرة إضافة إلى ثروة حيوانية، ومستقبلا عباد الشمس والقطن، أنا بفتكر ده اتجاه كبير جدا في أنه نحن نخلق رحلة عكسية من العاصمة الخرطوم إلى منطقة شرق الجزيرة وإلى منطقة البطانة. وده حقيقة أنا بحرض أخواني الموجودين كتجار وموجودين أصحاب إمكانيات أنه يتجهوا لاتجاه الاستثمار ده، وده استثمار مستقبلي، وده حل مشكلة السودان. كما اشتملت هذه الزيارة التي تعبر عن فرحة المزارعين بموسم الحصاد الناجح هذا العام على احتفالاتهم مع السيد والي ولاية الجزيرة والوفد المرافق له السيدة توحيدة أبو بكر مدير عام وزارة الزراعة والإنتاج الحيواني، والسيد المدير التنفيذي لمحلية شرق الجزيرة رفاعة، والوفد الإعلامي وأبناء المنطقة. سعداء جد بأن نكون اليوم بينكم. نحن أو أنا تحديدا يمكن طلبت من أخي محمد الحسن من فترة طويلة، وأنا لي صداقة معه، بأن أزور هذه المنطقة، منطقة البطانة تحديدا. والحمد لله الليلة ربنا يمكن أنعمنا بأنه نزور، وكما وعدت الإخوة الكرام الذين أتوا لي في المكتب هنا، صديق وصاحبي النور وصاحبي الميامين عمنا حسين، كلكم أشكرهم تماما، شاكر ومقدر لكم زيارتكم لنا في المركز، وأشكر تماما برامجكم الطموحة التي ذكرتموها لي. والحمد لله الليلة نحن وقفنا عليها هذه بقعة كبيرة كما ذكرت لدكتورة توحيدة، بأنه الزراعة المطرية في الجزيرة حتنافس الزراعة المروية، لأنه مساحات كبيرة زرناها يمكن بوسط الجزيرة وغرب الجزيرة، واليوم في شرق الجزيرة مساحات كبيرة جدا مزروعة بالمطري. هذه الزراعة أنا متأكد تماما يقف عليها يعني رجال كرماء وعزاء وخاتين الوطن ده في حدغاتهم، ليست يعني من باب إنهم هم يكسبون من ورائها، وإنما من باب تنمية هذه المنطقة وتنمية اقتصاد السودان. وهذا يمكن ظاهر هم في وجوههم إنهم هم مستشرفين خيرا في المستقبل، وليست المكسب القريب لجيوب وكده. فنزل الله إنه يبارك لهم في مزعاون ده إن شاء الله. مساحات الكبيرة بجد هي يعني تغنع بإنه الناس تتجه إليها، ونحن من هذا المنبر يعني في نص الزراعة دي والله بندعو كافة أخواننا في المركز، سواء كان على مستوى مجلس الوزراء أو المجلس السيادي، أن يتوجهوا نحو الجزيرة بشغيها الزراعة المطرية والزراعة المروية إن شاء الله، لأن أنا متأكد إنها هي مخرج كما ذكر يمكن جميع الأخوان الذين ذكروا حسن. يمكن في بعض حديثكم أنكم ذكرتوا إنه هنالك يمكن
محصول السمسم يمكن دخل له دي السنة الثانية، وهنالك في المستقبل القريب عندكم محصول نقدي آخر اللي هو حب البطيخ وقطن إن شاء الله. نحن نسأل الله إنه عبر وزارة الزراعة هذه المسائل يعني تغنن بأشياء الفنية تامة، حتى وأنه تكون زراعة متكاملة، زراعة بحسب إرشاداتها، زراعة بتغنينا الفني كاملا إن شاء الله. ما ذكرتم إن شاء الله من معاضل ومشاكل، هي أنا بفتكر هي ما مشاكل كبيرة ولا مستعصية، مشاكل إن كانت المشاكل بتاعت التحديد وتغنين الأراضي حتى وإنكم تتعاملوا إجرائيا مع البنوك، يبقى نحن بنوجه وزارة الزراعة إن شاء الله دكتورة توحيدة تكون لجنة إن شاء الله وتنهي هذا الموضوع عاجلا، حتى وإنه نحن يعني إذا كان بإنتاجية البسكروة هم بزراعتنا التقليدية دي كده، فما بالنا إذا كان تغننت المزلة وفيها تموين وفيها تغنيات، حتكون الإنتاجية أنا متأكد إنها عالية وعالية، وهم ناس البنوك أنا متأكد إنهم على غدر التحدي في إنهم هم يدعموا هذه المزلة، فنرجو عاجلا إنه المزلة تتم إن شاء الله. هنالك ما ذكر بعض الأخوان في مشاكل الحدود الفاصلة، لا يعني الموضوع ده حنوليه اهتمامنا، وكل الورق الباصات اللي عبوا عليه الأخوان ديل إن شاء الله نحن مع دكتورة توحيدة نقعد ونفصل فيها إن شاء الله إن شاء الله وتاجة إن شاء الله. قصبت منصح الوادي البطين هارسة، لك غفير الليل والنهار حارسة، رسلت خليل قلت لنا نسى، قال لي ناشف ضرب كرتوب كرت المنقلم يبس. قصبة منصح الوادي المزرق النيلو، غفر الحبس ما بخلي العشوق النيلو، جننتينا بالعمق المزن التيلو، ما تنسي أمر قبل كتيل وكتيلو. فيك علامة تظهر لي بين حاتين، فيك شعاع يضرب شمال ويمين، حاكم دولة نزل غوم بين جبلين، جننتونا مرطونا يا خلق الله ماشيين وين. أنا إنسى رقم بسرق سجارة وبجري، بسرق برتقان وسيدة شاتي لبدري، وين يا بلومة بالحالة العلي لو تدري، كنت بسمت لي قلبي الحرق في صدري. نجر قال لبوك ضب للجد سمات الحريب، بجر قول المو كضيب للي جد سمات الحريب، أبشر وقت الحديث، وقت الحديث الحريب حوده عدو الدريب. أبشر جزاك الله خير. وهذا الشاعر جبارع يتغنى لأهله ولأرض البطانة الزاخرة بالخيرات والفرسان عبر تاريخها العريض. أهل النزل مساعدات الحجاز عاز أهلي، الغيث وكثر السوار الراس، يا أهل العلم العجل بقيت قاس أسعل الكل زل حتى العام الناس، يا أصي السلطتك يا أبطان حاضر وماضي، هنا أبناء بعل الواضي والمراضي، مثلات حجوز في كلام فاضي خراما، عندهم غرد البجيهم قاضي،
يا عم نظرة ملك الملوك بالزتة يا عم داخن أم بلاطي مبد ويدي مبتات أفي قبوب سعدنا سرتود بالحيل أهل الجود ملوك ولا شكير محيل ما بنجضف الراس التقال بالحيلة كان جيت عظيم تغريف تخم الشيل أيامكم أبج فوق السلاطين قاس الله يا معنا بهوش بزيد شوية يا جماعة بطن تنجر تقسف الحصان الساك ضاقوا أسياد فوق حدبة تحلوا مشاكل ناس بينتنا السيف الطير والحصان نساكل استغفر الله العظيم بطات تنجرت السيف الحصان الساك ضاقوا أسياد فوق حدبة تحلوا مشاكل الحاضر بحل على البقيب متاكل أيا ورث جدودنا السنين عزوك بك اطعل الرقاب رضيام هبج ما دوكي كان عطشان بدم الفقر بزقوك حرم غيرنا نيران قدر ما بضوقوكي